أكد مجلس الوزراء على تخصيص نحو 3,500,000 لتر من المازوت للتدفئة للتوزيع يومياً، بما يشكل 50% من الكميات المتوفرة من المادة في جميع القطاعات. وشدد المجلس على تكثيف عملية التوزيع في جميع المحافظات، وأن تكون الأولوية للمناطق الأكثر برودة وتأثراً بالأحوال الجوية السائدة. قال وزير الكهرباء غسان الزامل بعد استقباله من قبل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون ونظيره اللبناني وليد فياض والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي: نحن أوفينا بكل التزاماتنا بتجهيز خط الربط مع نهاية عام 2021، وتم ذلك في 29 من شهر كانون الأول 2021، وأبلغنا الجانبين الأردني واللبناني بجاهزية الخط واستعدادنا للربط، والتأخير يعود إلى انتظار الجانبين لحل بعض الإشكالات والانتهاء من الاتفاق على الإجراءات المالية. خفض صندوق النقد الدولي توقعاته حول معدلات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 إلى نسبة 4.4%، وقال الصندوق في تقريره لشهر كانون الثاني إن الاقتصاد العالمي يدخل في عام 2022 موقفاً أكثر ضعفاً مما كان متوقعاً في البداية مع تفشي سلالة أوميكرون لفيروس كورونا، ودول العالم تلجأ مجدداً إلى فرض القيود على التنقلات، وأدى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات إلى تضخم يزداد قيمة واتساعاً. أفادت شركة بلومبرغ بأنه في حال فرض قيود أمريكية على مصارف روسية ومنعها من التعاملات بالدولار، تعتبر برلين أنه من الضروري إصدار إعفاءات لشركات الطاقة الغربية لتكون قادرة على التعامل مع روسيا، فيما تخشى ألمانيا مخاطر محتملة على توريدات موارد الطاقة إلى أوروبا في حال فرض عقوبات على روسيا.